السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في استعراض لتحليل خاص بالإعلان الثاني للحلقة 15 من مسلسل طائر الرفراف. كما رأينا ففاري سيذهب لمنزل كاظم أغا وسيطلب من سيران الرجوع معه، وبعد رفضها سيحملها أمام الجميع ويأخذها وسط دهشة كاظم أغا الذي أغمي عليه من شدة الصدمة في مشهد طريف جدا. وبعد أن يأخذ فريد سيران سيذهبان لمدينة شيلا لأحد منازل عائلة كورهان، لكن قبل الوصول للمنزل سيعاني فريد من انخفاض في السكري وسنشاهد خوف سيران عليه. بعد وصولهم للمنزل سيحاول فريد إرضاء سيران بكل الطرق وبمختلف الأشكال، وسيتفق معها على إخبار عائلته وعائلتها بأنها حامل منه لتبقى معه وحتى تحل مشكلة كاظم أغا وخالص أغا. وحسب المشهد سيتفقان على هذا، وبعدها سيبقيان هناك ليلة كاملة، وسيعمل فريد على مفاجأة سيران بتنظيمه لحفل رأس السنة بحضور كل العائلة، وسترتدي سيران أفخم لباس وفريد كذلك، وسيلقي خالص أغا بكلمات مؤثرة جدا، وسيتصالح مع كاظم أغا ويحتضنه في مشهد جميل جدا. لكن هل كل ما جرى وكل ما رأيناه سابقا حلم أم خيال لفريد فقط؟ وهل من المعقول أن تكون كل تلك الأحداث خيال؟ البعض يقول بما أن لطيف وعابدين والخدم جالسون مع العائلة على طاولة الطعام فهو حلم أو خيال، والبعض يقول أن عائلة كورهان عملت على عزم الجميع بما أنها رأس السنة، خاصة بعد علمهم بخبر حامل سيران المفبرك. لكن هل ستحدث مفاجأة مثلا في نهاية الحلقة؟ هل ستظهر بيلين بخبر مفاجئ للكل؟ وهل سيحدث شيء سيجعل الكل على أعصابه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة 15 من مسلسل طائر الرفراف. نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.